للفوز أو الهزيمة طعم مختلف في مواجهة الغريم التقليدي. خسر الزمالك أمام غريمه الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الدوري المحلي. هزيمة الزمالك هل يمكن ألا تطيح برؤوس في إدارة النادي؟ مثلا المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم أمير مرتضى منصور، يقال إنه قدم استقالته إلى مجلس الإدارة، هذا ما ذكره والده، أم ألا يمكن أن تطيح بالمدرب؟ المدرب هل يمكن أن ينجو منها؟ مستحيل، لكن هذا ما حصل، لأن مرتضى منصور ظهر في مؤتمر صحفي كي يقول هذا. والجزء الثاني سيد عبد الحفيظ عارف بيعمل ايه، بس انا مركز دلوقتي ان شاء الله بعد ما تشوفوا ان شاء الله هسمعكم اللي كان شغال معاه بالتفصيل بيعمل ايه. وانا قلت يا جماعه يا كابتن محمود اكسبني رياضه، اكسبني كوره، اكسبني عوالم قدامي شايفهم. هو انتوا عايزين تقنعوني ان فريرا لوحده كده أما تتبقوا يفتح الطريق لرئيس المدرب بتاع الأهلي؟ أول ما طلع عمرو السيسي قال له الواد حمدي خش وخلاص خش كده لوحده، الراجل واحد من أحسن المدربين في تاريخ العالم، إنه فجأة تجيله الحالات دي. قصة السحر أو العمل وغيرها لدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ليست المرة الأولى، فتقريبا في كل هزيمة يأتي بقصة مماثلة. استمعوا. شايف ان في سحر اتعمل اسود، واي حد هيكلمني ويتمنظر يقول لك حسن العلم وبتاع، لا انا باكد لك ان افريقيا دلوقتي بتعمل سحر اسود. هذا الساحر يفرق بين الراجل ومراته، مش هيفرق بين الهداف والشبكه لسان طيبين. قافل جونه صدقني انا بالجن والعفاريت، صدقني ثانيه واحده والله هيضحكوا، مين اللي بيضحكوا؟ والله بالساحر اقسم بالله العظيم وحياه المصحف الشريف كان معمول زئبق احمر عشان تخسر. كيف تفاعل المغردون مع كلام رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور؟ هل اقتنعوا بالعمل المعمول والسحر؟ كوثر خيري تقول لك كوثر خيري اكتر حاجة بتعجبني في مرتضى انه مصدق نفسه واللي حواليه بيطبلوا بس ويهزوا راسهم. يعني عيب لما تكونوا كباتن وصحفيين وتبقوا بتسمعوا خسرنا بالسحر. وليد حافظ يقول لك الخطيب، يقصد بالخطيب وليد حافظ يقول لك مرتضى منصور الخطيب عامل سحر أسود على ورك سحلية ذكر ودفنه في بطن الزير. والخطيب هو رئيس النادي الأهلي الغريم التقليدي لنادي الزمالك مصطفى إبراهيم يقول لك الوحيد اللي يتوقع اللي هيحصل في الماتش هو مرتضى منصور، قال لك في سحر وكلامه صح 100%، 3 أهداف فعلا بمفعول السحر. أما بالنسبة لمحمد الغندور قال الزمالك كتير فرحنا، الزمالك كتير زعلنا، فرحنا وزعلنا، دي سنة الحياة، تشجيع الزمالك عاوز رجالة تدافع عنه وتصحح المسار. مؤتمر مرتضى منصور بعد المباراة شهد موقفا آخر، فقد طرد مصطفى جويلي وهو رئيس منظومة الإعلام في نادي الزمالك. أنا كده بتكلم أنت حضرتك بتقطعني، إن في عندك حاجة عايز أقول اتفضل حضرتك في المنتظر. الزمالك حاليا في المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري. إذا لم يتحسن أداؤه حتى نهاية الموسم فقد يغيب عن البطولات القارية الكبرى. وانتهت حلقة الشبكات لهذا اليوم، بإمكانكم متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأستطيع أن أذكر منها الفيسبوك، اليوتيوب، وإنستغرام، وتويتر.